إقبال هائل وتاريخي على حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 المقررة إقامتها في جدة في السعودية عبر موقع فيفا الذي طرح المرحلة الأولى من التذاكر. قمة العرب المنتظرة والمتوقعة بين الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي كان لها نصيب الأسد، إذ تخطت قائمة الانتظار لحجز تذاكر المباراة على موقع فيفا 1.5 مليون مشجع قبل أن ينخفض من جديد لنحو 250,000 شخص، وذلك بعدما اشتعل الصراع بين جماهير النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي لحجز أكبر عدد ممكن من التذاكر بعد حوالي 6 ساعات فقط من طرح التذاكر. أسعار تذاكر مباريات مونديال الأندية تتراوح بين 40 و100 ريال سعودي، ويبدأ الأهلي مشواره من الدور الثاني يوم 15 ديسمبر المقبل، حيث ينتظر الفائز من مباراة الافتتاح بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.